لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الحوت. مواليد الحوت النهاردة القمر في مواجهة برجهم، ونصيحتي للحوت يحاولوا يقاوموا التشوش، لأن مواجهة القمر ليهم بتخليهم مشتتين ومشوشين، ويحاولوا ان هم ما يتسرعوش في قرارات مالية او في اي قرارات في حياتهم. كمان لو متجوزين يحاولوا يكونوا اهدى في التعامل مع شركاء الحياة، ويحاولوا ان هم بشتى الطرق انهم يتجنبوا الغضب. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.